تنقل الحيوانات من أقصى الجنوب إلى ولايات أخرى في البلاد لا تزال ممنوعة من أن بتن، ويدخل هذا الإجراء صارم في إطار اليقظة الوبائية والصحية وحماية السلالات المحلية من الأمراض المعدية، كونها أن هذه الحيوانات الحية قد تمثل في بعض الحالات خطراً على المشيئة الوطنية بصفة عامة لولاية الشمال بصفة خاصة، والتي تسمى بالحيوانات الساذجة لحساسيتها المفرطة ضد بعض العوامل المسببة بالأمراض، والتي تكون سلالات إفريقية مقاومة لها.